لا تسعى الدول المجتمعة هنا إلى الحرب، ومع ذلك لا يمكننا تجاهل التأثير الخبيث والسلوك المزعزع للاستقرار الذي ينتهجه النظام الإيراني الخارج عن القانون. ولذلك فإنني أكرر اليوم أن الولايات المتحدة تقف ضد إيران ودعمها بالأسلحة والمساعدات المالية للمقاتلين المتطرفين الذين يحاربون بالوكالة عنها، سواء في اليمن أو سوريا أو لبنان والعراق وحتى هنا في البحرين.